كيف تقيمون تغطية وسائل الإعلام للحرب الروسية على أوكرانيا؟ هل وقعت حرية الإعلام والموضوعية ضحية للحرب؟ أناقشكم بعد لحظات في نقطة حوار. بينما المعارك تدور رحاها بين القوات الروسية والأوكرانية مخلفة الكثير من الدمار والقتلى والجرحى والمشردين، تشتعل معركة أخرى موازية بين روسيا والغرب سلاحها الآلة الإعلامية. كل طرف من طرفي المعادلة، أقصد هنا روسيا من جهة والغرب من الجهة الأخرى، لجأ لفرض قيود مشددة على العديد من وسائل الإعلام وكذلك وسائط التواصل الاجتماعي مع حجب كامل لمحتواها بهدف التحكم بالروايات المتداولة ولتقديم الصورة بعينها لما يجري على أرض المعركة، مدعومة بالطبع بحجج كل طرف بهدف كسب تعاطف الرأي العام وشيطنة الطرف الآخر. النتيجة هي أن يحرم المواطن في الغرب مثلا من الاطلاع على الرواية الروسية والعكس هنا صحيح. نسألكم إذن اليوم، هل وقع الإعلام المستقل والموضوعية ضحية للحرب الروسية على أوكرانيا؟ كيف تقيمون تغطية وسائل الإعلام بشكل عام للحرب؟ ما رأيكم بالقيود التي فرضتها أوروبا وروسيا على وسائل الإعلام بحجة نشرها معلومات مضللة؟ تسعدني صحبتكم اليوم إيمان القصير. أرحب دائما بمشاركاتكم هاتفيا، الرقم هو 00442033752989 أو عبر صفحة حوارات على bbcarabic.com أو من خلال صفحتين على فيسبوك وتويتر. أهلا بكم. انطلق حوارنا إلكترونيا، العديد من المشاركات وصلتنا الآن. هناك مشاركات كثيرة في واقع الحال من زوار موقعنا bbcarabic.com حول تغطية الإعلام للحرب في أوكرانيا والقيود التي فرضت من الجانبين الغربي والروسي أيضا على وسائل الإعلام بعينها. دعونا نطالع بعض المشاركات في البداية، نستمزج فيها الآراء التي وصلتنا. هنا في البداية مع راضي صلاح الذي كتب يقول لنا: أثبت الغرب بصورة واضحة أن حرية الإعلام ليست سوى أكذوبة لممارسة الضغط على دول العالم الثالث ولابتزازه. أما آدم البغدادي كتب يقول لنا في هذه المداخلة: الإعلام مسيس بالتأكيد، وحرية الإعلام مقيدة بسياسات الدول. حين غزت أمريكا العراق في 2003، يعطي مثلا هنا، دون سند قانوني أو شرعي لم ينتقدها أحد ولم تفرض عليها أي عقوبات. أما عبد العزيز عشري فيقول هنا: الخطاب الروسي وإعلامه يمارس دعاية حرب، لا يمكن أن يترك له العنان تحت مسميات حرية الإعلام والموضوعية والوقوف على الحياد، لأن الحياد أحيانا يكون غير موضوعي وغير أخلاقي. الحديث هنا لعبد العزيز. دعونا سريعا الآن نرحب بالمشاركين معنا عبر تقنية زوم، ومعنا على الهواء ندى وإبراهيم ورائد ومسلم، ومعنا سناء أيضا. أشكركم جميعا على حضوركم معنا في نقاش اليوم. دعونا في البداية نرحب ضيفنا، سنعود إليكم يعني لنستمع لآرائكم، ولكن في البداية نرحب الآن بالأستاذ عبد العزيز بن رازن المستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسي بالرياض في السعودية. أهلا بك ومرحبا. أهلا وسهلا سيدي الفاضل. كيف تابعت التغطية الإعلامية لهذه الحرب، تحديدا الحرب الروسية على أوكرانيا؟ هل برأيك جاءت على حساب الموضوعية وتبيان حقيقة ما يجري على الأرض؟ بكل تأكيد 100%، ولكن بداية أمسي عليك بالخير أستاذ إيمان والفريق برنامج نقطة حوار الذي دائما يختار المواضيع التي يعني تتماشى مع العصر. والحقيقة يعني أرى أننا أمام يعني المكارثية إن صح التعبير الجديدة، أو ما أفضل وصفه بإرهاب الخصوم عبر الوسائل المشروعة قبل المشروعة.
ومن أجل يعني ألا تضيق أو ما يعني طبقتها الحكومات الغربية من خلال شركاتها التي تدعي الاستقلالية على المواطن الروسي في أوكرانيا من دون معرفة رأيه حول موقعه من حكومته من الحرب القائمة، وحرمانه للأسف من كثير من خياراته الفردية بلا اكتراث بالشعارات الغربية القديمة. أستاذ إيمان، اللافت للنظر بل المؤسف حسب تقرير مجلة فورس، أعتقد أن خصوصية مستخدمي فيسبوك والواتساب وسناب شات أصبحت يعني عرضة للتجسس عبر شركات مراقبة يعني تتعاقد مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول. وأستغرب أن تستخدم تلك الشركات العملاقة يعني للأسف يعني في هذه الأزمة المشتعلة. ما حدث وما يجري حاليا يستلزم إعادة النظر في كل القيم والمواقف التي تصدرها الدول الغربية، وخصوصا فيما يتعلق بمرفق الإنسان. الحقيقة الإعلام للأسف يعني العالم ينظر للإعلام على أنها النافذة يعني والشاشة والمرآة التي تنقلها الحقيقة، ولكن تم توظيف يعني يخدم طرف على جنب طرف آخر، وهذه يعني تعتبر يعني خيانة للكلمة التي هي هل أمانة تتحدث هنا أستاذ عبد العزيز، اسمح لي، عن جهة بعينها هي التي ربما أتت على حساب الموضوعية هنا أو قضت على الموضوعية، أم تعتقد أن التغطية أو الآلة الإعلامية المستخدمة من كلا الجانبين، أقصد الغرب وروسيا، من الجانبين يعني تم إساءة استخدامها؟ لأنه لاحظنا أن هناك خطوة تتخذ من الغرب حجب صحيفة مثلا أو بقناة تلفزيونية أو بإذاعة مثلا روسية، الأمر يتخذ في المقابل من جانب روسيا كما يقال بالإنجليزية تيت فور تات. ولكن يعني أنا أؤمن بالمقولة يعني الخير بالخير والشر بالشر، الخير بالخير والبادي أكرم والشر بالشر والبادي أظلم. الحقيقة من يعني أقحم روسيا على اتخاذ بعض القرارات يعني كالمنع والتوقع المواقع هي الغربية، لدرجة يعني أقحمت يعني حتى الرياض، أقحمت في السياسة من قبل الغرب. الرجال الأعمال يعني جمدت أموالهم، ليس لهم ذنب ولا ناقة في هذه الحرب. اللاعبين المثقفين يعني القوانين مواد القانون الدول التي تنادي بها استقلالية هؤلاء الأشخاص وهذه الكيانات يعني أول من أقحم فيه للأسف يعني المقاتلين اللي استخدمهم في سوريا وفي الدول العربية يعتبرون مرتزقة، بينما يعني هناك دول غربية نادت يعني بالمرتزقة تحت تسمية يعني المقاتلين أو يعني المناضلين مقاتلين أجانب أو ما شابه. طيب طيب إذا سمحت لي سأن أستعرض بعض الآراء من أستقيها من المشاركين معنا عبر خدمة الزوم، وأعود إليك أستاذ عبد العزيز، أرجو أن تبقى معنا. أستمع الآن من رائد محمد. رائد، أهلا بك. في البداية اسمحي لي أرحب فيك ست إيمان وفي جميع الضيوف والمستمعين والمشاهدين على قناة كل كريمة. أهلا وسهلا بك رائد. فقط لتعريف المشاهدين، أنت فلسطيني أردني كنت في أوكرانيا مع بداية اندلاع الحرب، ربما خرجت قبل أن تندلع، سنعرف منك الآن، أنت الآن رحلت عن أوكرانيا وتوجد في ألمانيا، حدثنا عن ماذا شاهدت في الأيام التي سبقت رحيلك عن أوكرانيا من التغطية الإعلامية حتى من الجانبين، ماذا كان يريدكم من أخبار؟ في البداية أنا كنت في الحرب واشتعلت الحرب الأوكرانية وأنا موجود في العاصمة الأوكرانية، كنت كييف. فيعني أنا الآن وصلت ألمانيا تقريبا منذ 3 أيام فقط، وصلت ألمانيا بعدما شعرت بالتزايد الوتيرة والنوايا المخبأة للعاصمة كييف، يعني هذه هي صراحة. ولكن احنا عند يعني لما كنت متواجد انا في اوكرانيا وفي العاصمه كييف تحديدا، يعني كانت مع الاسف الشديد كثير من المحطات الاعلاميه اللي انا كمان يعني بايد انها مسيسه بدون طبعا ذكر اي اسم محطه معينه بحد ذاتها، لكن مع الاسف الشديد كان الاعلام مسيس، يعني كانوا الاهل بيتصلوا فيا من الاردن، يعني تستشعري انه الدبابات الان تقف على باب المنازل عندنا في العاصمه الاوكرانيه كييف، لكن كان الوضع يختلف كثير، ما كان في اي شيء، كانت بالعكس الامور هاديه جدا، كانت لسه الامور بداياتها ما في اي شيء. فالاعلام مع الاسف الشديد كثير، خلينا نحكي ليس الجميع، ولكن كثير من المحطات التي انتقلت في التسييس، ولا ننكر جميعا ان الاعلام
الإعلام ترى الإعلام سلاح لا يقل خطورة صحيح عن الدبابات وعن الطائرات وعن الأسلحة النووية والذرية كذا، الإعلام سلاح خطير جدا. ولكن يا رائد، هل كان هذا الأمر بالنسبة لوسائل الإعلام الروسية التي كان يسمح لها في البداية بالعمل على الأراضي أم ماذا؟ هي كانت شوفي، الدولة الأوكرانية ترى دولة ديمقراطية وفيها حرية، ولكن إذا الآن القناة، أنا ما بعرف ما رأيك أنت، لو كانت المعلومات التي تقدمها هذه المحطات معلومات مغلوطة جدا، فالآن بدأوا في تسييس هذه المحطات، بدأوا بث الرعب ما بين الناس، لأنه أنت بتعرفوا أنه الشعب الأوكراني، كل الشعب الأوكراني ناطق باللغة الروسية، فكانوا يبثوا بعض خلينا نسميها المعلومات السلبية، المعلومات المحبطة اللي تقلل من العزيمة، تخوف الناس. يعني أنا بقول لك، يعني كثير من المحطات ووسائل الإعلام وصفحات اللي خلينا نسميها الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تضع عناوين وتضع أخبار بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، فكانت هذه فيها سبب كبير، وهي حرب نفسية، وأنت لا ننكر إحنا نحن الحرب النفسية. فأنا طيب. زي ما أسبقت إنه الإعلام هو سلاح خطير جدا إذا أسيء استخدامه. وأنت تعتقد أنها أسيء استخدامه في هذه الحالة، لكن دعنا يا رائد سأعود إليك، لكن أستمع مرة أخرى من أستاذ عبد العزيز رازن عن تعليق عن هذا ما تفضلت بذكره. وأيضا أستاذ عبد العزيز، البعض يقول أن المقارنة غير عادلة، يعني ليست متساوية، تناول روسيا وتناول الغرب مختلف إعلاميا، بالنظر بأنه يتحدثون عن أن الغرب يتمتع بحريات، يدعم حرية النشر والصحافة وما شابه، ولكن الأمر في روسيا مختلف تماما، هناك تضييق كبير على وسائل إعلام روسية، وبالتالي لا يسمح لهم حتى في هذه الأثناء بتسمية ما يجري بأنه حرب. هو من يستطيع تشخيص الحالة بالشكل الدقيق؟ من يعيش يعني خارج المنطقة الأوروبية أو بعيد يعني كوضعنا في الشرق الأوسط، يعني بحكم يعني اهتمامي بالوسائل الإعلام الغربية والشرقية، فأتابع جميع القنوات يعني، وكما يكون لدي صورة يعني أو تحليل محتوى إن صح التعبير في التوجه الرأي لهذه القنوات التي بالدرجة الأولى تعكس الرأي السلطوي في بلدانها. أرى هناك تضخيم يعني، وخاصة من جهة الآلة الإعلامية الغربية، ولا أستثني يعني روسيا من هذا، ولكن يعني قد تكون يعني هناك يعني فارق كبير في نقل المعلومة في تضخيمها، فيعني احنا يعني بعيدين ومحايدين عن هذه الأزمة، ولكني أرى أن الإعلام الغربي اصطف إلى الجانب الآلة العسكرية الغربية. طيب، نحن نحمل هذه النقطة لياسين. أهلا بك ياسين. أهلا بك ومرحبا. هل تعتقد بأن الإعلام الغربي بالكامل يعني ألقى بثقله ودعم العملية العسكرية، وبالتالي اتخذ كل الإجراءات من شأنها يعني الحيلولة دون أن يحصل المواطن في الغرب على معلومات أو الرأي الآخر، ماذا يحدث في روسيا وما هي المبررات الروسية لما يحدث؟ أكيد، أو على الأقل بنسبة كبيرة جدا، وإلا فما هو دور الإعلام إذا لم يكن يمارس دوره المطلوب وهو مساندة الحكومات، رغم ما يدعيه الجميع من استقلالية ومن جميع أوجه حرية التعبير والإعلام، تظل هناك نظرة طبعا تمدح أو تذهب في اتجاه وصف ما يقع هناك بأن روسيا لديها بعض الجوانب المظلمة كدولة. عموما أنا كشخص أو حتى كالموقف المغربي بصفة عامة، كان موقف يعني ولا مع روسيا ولا مع أوكرانيا، في جميع الحالات كما قال أستاذي الفاضل قبلا، نحن على العموم لحد الآن نحن بعيدون نسبيا عن ما يقع هناك، ولكن يلاحظ عادة يا ياسين، هنا عندما تحدث أو يندلع نزاع أو حرب في منطقة ما من العالم، كل الناس في الغالب يعني تتحول إلى وسائل الإعلام في محاولة للحصول على معلومة عن حقيقة ما يجري، أليس كذلك؟ حتى لو كانت في منطقة بعيدة عن منطقة النزاع أو الصراع.
صحيح، متفق معك تماما. ولكن مثلا انا متابع بسيط للموضوع، يعني لست متخصصا ولا انا اتابعه عن بعد. مثلا انا اعرف انه هناك حرب حقيقيه تدور في ذلك الاقليم الذي يقع ما بين دونيسك اعتقد اسمه، منذ 8 سنوات تقريبا، وانه وقع تقريبا 14,000 قتيل. ما هو وعلم الله شحال كاين، شحال يعني كم عدد الناس المجروحين او الاسر المعطوبه. وتقريبا لم اسمع هذه المعلومه تروج في 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 وسائل الاعلام الغربيه، وحتى اذا ذكروها يمرون عليها انه الاوكران كانوا يقصفون الناس هناك لانهم انفصاليين. هذه معلومه بسيطه جدا، انا سمعتها مرات ولكن يمرون عليها. 14,000 قتيل عدد ضخم مده 8 سنوات، اذا فهي حرب حقيقيه. لماذا مثلا الاعلام الغربي لا يتطرق الى مثل هذه التفاصيل؟ انا طبعا الحروب ليس فيها كما هو معلوم، ليس فيها الابيض الناصع والاسود الحالك، هناك تفاصيل وعده معطيات يجب التطرق عليها جميعها اذا كان الانسان ان يكون محايدا. اما ان 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 نتغاضى عن بعض الاخبار او فذلك يعني ربما شغل، يعني شغل اعلام، الناس اللي يشتغلون في الاعلام يعلمون ذلك. جميع الحالات الحرب الدائرة هناك ما بين روسيا وأوكرانيا هي حرب لها تفاصيل كثيرة ولها جذور تاريخية وجغرافية ودينية ومعقدة جدا جدا جدا. حتى التغطية الإعلامية البسيطة التي ممكن أنها التحقت بالموضوع 3 أسابيع أو 4 أسابيع فهي لا تستطيع أن تعطي تلك الصورة العامة. الذي نعرفه الآن أنه روسيا اجتاحت أوكرانيا. جيد، يعني ياسين ملخص ما تقول بأنه سنظل نسمع روايتين، رواية من كل جانب، كل جانب سيحاول أن يقدم رواية بوجهة النظر التي يرى، وهذا أمر طبيعي طبعا. أشكرك يا ياسين، سأعود إليك، أعود مرة أخرى للأستاذ عبد العزيز نستمع منه هنا إلى تعليق على نقطة أثارها أحد المشاركين معنا. أستاذ عبد العزيز هو اسمه عبد العزيز أيضا عشري، يقول إن الخطاب الروسي وإعلامه يمارس دعاية حرب لا يمكن أن يترك له العنان تحت مسميات حرية الإعلام والموضوعية والوقوف على الحياد. يرى بأن الحياد أحيانا يعتبر غير موضوعي. كيف ترى هذا الطرح؟ هو موقعي هنا لست يعني محاميا عن أي إعلام كان، ولكن يعني أتمنى يعني معرفة الأداة التي تم بها قياس هذا الرأي الروسي والإعلام الروسي تجاه إذا كان لديه إحصائية. ولكن كما يعني قلت لك قبل قليل، يعني المتابع للوسائل الإعلام يجد فارق كبير في نقل الحقائق. والحقيقة يعني استخلاص الدروس أو الحجب المواقع في بداية الأمر، ويعني العقوبات في نظري الغير مدروسة والمتوالية والضخمة التي في نظري يعني خطط لها الغرب على أن تكون يعني رادعة أو يعني زاجرة لروسيا، أصبح ضررها أكبر بكبير على الدول الغربية وخاصة الأوروبية. فلو نظرنا مثلا إلى عدد اللاجئين المتدفقين إلى بولندا ومنها ربما إلى بقية الدول، سيكون لها أثر سلبي جدا. لم يغطيها الإعلام الغربي، لم يغطيها يعني مجرد يعني يؤكد أن روسيا هي من أجبرتهم على النزوح، ويعني وهذه فقدان للمصداقية صح التعبير. برأيك هل التداعيات هنا لما فرض من عقوبات في شتى المجالات في واقع الحال، مجال طيران، اقتصاد، يعني القائمة طويلة، لكن فيما اتخذ من إجراءات في المجال الإعلامي تحديدا، هل كانت بنفس القسوة، يعني برأيك بنفس التأثير الكبير؟ ونظرا لحجب المواقع وفي البداية يعني في بداية الأزمة يعني تم استبعاد القناة RT الروسية من ألمانيا ومن الدول الغربية، يعني لا ليست معنية بالصراع يعني بشكل مباشر إطلاقا، فكانت هناك اتخاذ إجراءات يعني ضد الإعلام الروسي من دول بعيدة كل البعد عن مسرح العمليات أو عن أوكرانيا التي تجري فيها المعارك. فهذه زي ما تقول يعني شجعت أوكرانيا على يعني عشموها كثيرا، وفي نفس الوقت يعني تركوها في العراء
تواجه مصيرها يعني أمام الدب شكرا. الروسي والآلة العسكرية الفاتكة الروسية. فالحقيقة يعني طيب هناك يعني قصور في الجانبين، سواء الإعلام الروسي أو الإعلام الغربي بشكل عام، ولكن يعني لابد من إعادة النظر في استقلالية الإعلام، ويجب أن ينقل الحقيقة بكل تجرد أستاذي الكريم. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ عبد العزيز بن رازن المستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسي بالرياض، شكرا جزيلا لك. أريد الآن سريعا أن أطالع بعض المشاركات التي وصلتنا، لأنه هناك من المشاركين من انتقد ما يرى أنه ازدواجية في المعايير من قبل الإعلام الغربي وشبكات التواصل الاجتماعي في التعامل مع أوكرانيا مقارنة بأزمات أخرى. مثلا أبو محمد الشريحي يقول الإعلام الغربي مفقود الثقة والمصداقية منذ نشأته، إلا أن الحرب الأوكرانية الروسية أكدت وأعادت للأذهان ما يتصف به الإعلام الغربي من تضليل وما ينقله من أكاذيب كما يقول أبو محمد. أما نذير خشاب فيقول في هذه المداخلة: كنا نعتقد أن فيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي هي المتنفس الوحيد للضعفاء وكانت منبرا لمن لا منبر له، لكن تبين لنا أن شبكات التواصل مسيسة وتعمل لصالح مموليها ومن يديرها. عادل محمد علي أرسل بهذه المداخلة: من حق روسيا أن تقاضي شركة ميتا التي تحولت من منصة للإعلام إلى منصة لتنفيذ سياسات الغرب العدوانية تجاه أي طرف يختلف معه. أما حمزة أحمد فيتساءل قائلا: منذ متى وروسيا تحترم الحقوق والمواثيق؟ روسيا انتهكت كل المواثيق في أوكرانيا، والآن الروس كما يقول حمزة يتشدقون بأنهم سيمضون بطريقة قانونية لمحاسبة الشركة. هذه مشاركة أو مداخلة من سوسن حسين تقول فيها: أثبتت حرب أوكرانيا أن الإعلام موجه وليس حرا، وأن أمريكا وحلفائها نجحوا في السيطرة عليه، وأن روسيا أهملت تشكيل خلايا بالإعلام وبتوجيهه. أما جواد أبو علاء فيقول: كنا نعتقد أن الإعلام الغربي حر، لكنه أثبتت الأيام والحوادث بأن الإعلام موجه، يعمل وفق آلية تديرها الأنظمة الحاكمة وحسب ما تقتضيه مصالحها. باسم ألفريد يقول: لا يوجد إعلام محايد، لكن هناك فرق بين نقل الأحداث الحقيقية والأخبار الكاذبة، لكن تحليل الأحداث يختلف من محطة إلى أخرى حسب اتجاه القناة. صلاح نوري يقول: في حالات الحروب تؤدي الأدوات الإعلامية دورا مهما في حشد الرأي العام ورفع المعنويات للمواطنين والجيش لمواجهة العدو المفترض. أما سيد مصطفى فيقول: ببساطة الغرب أو ببساطة الغرب وضع قواعد اللعبة، روسيا استخدمت نفس القواعد للنيل من الغرب. إذا كانت هذه بعض المشاركات التي وصلتنا، أدعوكم للمواصلة الرأي، ارسلوا لنا كل ما تريدون من تعليقات من آراء أونلاين، يمكنكم ذلك عبر النوافذ الإلكترونية الخاصة بالبرنامج. مرة أخرى نعود للمشاركات عبر تقنية زوم، وأرحب الآن بالأستاذ مسلم شعيت، هو مدير مركز الحوار الروسي بالعربي من موسكو. أهلا بك ومرحبا أستاذ مسلم شعيت. هل يمكن القول هنا بأنه استخدام الغرب، يعني وأنت أدرى طبعا بالإعلام الروسي خبرتك في هذا الأمر، بأن الإعلام الغربي نجح بشكل كبير في الهيمنة، هل يقول يمكن أن نقول بأن طرف ما إعلاميا نجح في السيطرة على الطرف الآخر، تغلب أو فاز حتى الآن؟ نعم، مساء الخير إليك ولمستمعينك ومشاركينك. يعني للأسف الإعلام الغربي أثبت قدرته التي لم يعطي فرصة للإعلام الروسي المتخلف كثيرا عن قدرات الإعلام الغربي. الإعلام الغربي استعمل كل ما يملك من وسائل تضليل وتحريف وأكاذيب، ونحن نشهدها حتى اليوم. الإعلام الروسي لم يستطع الدفاع عن وجهة نظره المحقة،
مثلا اليوم هناك قصف لمدينة دانييسك ذهب ضحيتها 22 شهيدا و30 جريحا، كل الإعلام الغربي لم يتحدث عنها. تصور لو كانت هذه في منطقة أخرى، ونحن عندنا ثقة أن بعض الإعلام سينقل هذه الصور وكأنها في منطقة أخرى في كييف أو غيرها ويتهم فيها روسيا. نعم هناك وهم بأن الإعلام هو حر مطلق يبحث عن الحقيقة. الإعلام هو أحد الوسائل في الحروب، أحد الوسائل في الحروب وأحد الأدوات المهمة في الحروب. الإعلام أيضا بحاجة إلى إيديولوجيا ونظرية وفلسفة معينة وخط سياسي لا تمتلكه روسيا نتيجة للوهم الذي كانت تعتقده أن القيم الجديدة هي حرية وديمقراطية، وفتحت المجال للكثير من وسائل الإعلام. طيب أستاذ مسلم، استوقفتني كلمة ما تفضلت بذكرها، مسألة الإعلام، قلت الإعلام الروسي المتخلف، أي نوع من التخلف تقصد؟ يعني متخلف متراجع ليس لديه الإمكانيات اللازمة أم ماذا؟ متخلف بالطرح، متخلف بالفكرة، متخلف باستعماله أداة. هو وثق كما وثق بناتو، وأنتم تعرفون أنهم لن يتمددوا إلى شرق روسيا، أيضا وثق بأن الإعلام قد يكون حرا، فتخلل أو دخل هذا الإعلام إلى كل تفاصيل حياته اليومية، حتى أن في أوكرانيا، وهذه هنا المسألة التي الأوكران هم شعب روسي، أقنع الأوكرانيين الإعلام الغربي أن روسيا عدو، أقنع الأوكرانيين أن روسيا ستهاجم وتقتلهم، وهو لم يحدث ذلك أبدا، أقنع أن الحرب في دانييسك ودنباس مسؤول عنها جماعة دنباس ودنباس، يعني قلب كل الحقائق ونجح بذلك لأنه يمتلك فكرا وإيديولوجيا ويمتلك خط سياسي، خط سياسي ينبع من أن الصراع هو عنوان الحضارة الجديدة، أن الفوضى هو عنوان الحضارة الجديدة. روسيا لا تؤمن بذلك، لكنها لا تمتلك أداة ولا نظرية أنها ترد، ورد الفعل في الإعلام لا ينفع، يجب أن تمتلك أيضا أنت خطك وتدافع عنه وتتبناه وتذهب به إلى النهاية. مثلا وثقوا بالفيسبوك حتى أن الفيسبوك تخلى عن كل قيمه وسمح بالدعاية من أجل قتل الروس، وهم لا يستطيعون كتابة أي شيء على هذه. لكن أليس لدى الجانب الروسي آية منصات مماثلة يمكن أن تستخدمها هنا؟ ليس هناك بهذه القدرة من الوسيلة، الموقع الروسي الذي يستخدم داخل روسيا، نعم هناك الكونتاكت، لكن على المستوى العالمي الفيسبوك هو الذي يحدد ما هي القيم التي يجب أن تنشر. عندما تتعلق الأمور بالغرب أو بإسرائيل، نعم يلغي كل الكتابات، عندما تتعلق الأمور بروسيا أو بالبلاد العربية يسمح بأن تقتل الناس وأن يعني تساب أعراضهم وأن أملاكهم، يعني هذه ليس اتهاما للغرب، هذه قيمه وهذه تقاليده وهذه مبادئه من أجل السيطرة. الإعلام الآخر الروسي لا يمتلك هذه القدرة ولا هذه النظرية ولا هذه الفلسفة، هذا خطأ روسي دفع ثمنه في أوكرانيا. ولكن هناك دكتور مسلم، من سيقول لك بأنه الإعلام أصلا مقيد؟ يعني بعض التقارير تقول بأنه ليس هناك أي وسيلة إعلام مستقلة تقريبا في روسيا، هناك تقييد كبير على عمل هؤلاء، البعض الذي كان يحاول نقل بعض البيانات عن الحرب أحجم عن ذلك، اضطر لنقل التغطية بالكامل، وحتى أن الشخص الذي يمكن أن يستخدم لفظ الحرب أو ما شابه يحكم عليه بالسجن 15 عاما قد تصل ليس المدة. ليس صحيحا يا أنستي يا سيدتي، ليس صحيحا. في روسيا هناك وسائل إعلام معارضة تتبنى 100% وجهة الغرب، وكانت تبث يوميا، حتى يعني الشعب بدأ يشمئز من هذه المحطات ويرفضها، والسلطة تدعمها ماليا أيضا. يعني غريب أنكم لا تعرفون عن طبيعة الحرية في روسيا. في روسيا هناك مظاهرات ضد الحرب، هل هناك مظاهرة واحدة خرجت في أوكرانيا أو في الغرب تدين تصرفات الناتو، ما فعله في أوكرانيا وما فعلت هذه الإرهاب في أوكرانيا؟ اليوم كما قلت قتل 20 لكن شخص. ماذا عن من ألقي القبض عليهم خلال هذه التظاهرات؟ هذا ما شاهدناه في بعض التغطيات. نعم نعم، ألقي القبض، وهذا بالقانون الروسي كل مظاهرة غير مرخصة يوقف إن كان مع أو ضد السلطة. هم يقومون ويتعمدون أن يقوموا مظاهرات غير مرخصة، مع أن روسيا ترخص لكل المظاهرات، لكن هذا الأسلوب هو نوع من أسلوب مدعوم
من الدول الغربية من أجل إثارة المشاكل في الداخل في روسيا، لا تستعمله روسيا. يعني الولايات المتحدة تستعمل كل وسائلها الإعلامية لبث الفرقة بين مكونات المجتمع الواحد، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في لبنان، في كل العالم. روسيا لا تستعمل هذا المبدأ. طب نحمل هذه النقطة، لأنه لدينا من واشنطن الآن يا دكتور مسلم عبر سكايب الدكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام السياسي في جامعة ماريلاند. أهلا بك ومرحبا دكتورة سحر، شكرا على وجودك معنا. أرجو أن تكوني قد استمعت لبعض المشاركات في التي يعني كنا بصددها قبل أن تنضمي إلينا، ومسألة أن الولايات المتحدة تستخدم أساليب على ما يبدو لتضليل الرأي العام، لبث الفرقة كما يقول الدكتور مسلم. شكرا لكم على الاستضافة. دعينا نبدأ بكلمة إعلام، فكلمة إعلام معناها أن أعلم الناس أو أعلم الرأي العام والجمهور بمعلومات صحيحة ودقيقة وموثقة، وهذا من أهم معايير العمل الإعلامي، أن يكون هناك انضباط في هذا الإطار. فإذا نشرت أخبار كاذبة أو مزيفة أو مغلوطة فهذا ليس عملا إعلاميا، هذا يندرج تحت بند البروباغندا أو الدعاية المسيسة، وهو المجال الذي برعت فيه وما زالت تبرع فيه روسيا بشكل كبير، وهذا لانعدام مساحة الحرية، سواء كانت الحرية السياسية أو الحرية الإعلامية أو أي نوع من أشكال الرأي أو التعبير في روسيا. حتى أن هناك كثير من الصحفيين والمراسلين والإعلاميين الروس فروا من روسيا وأصبحوا الآن يمارسون العمل المهني الإعلامي من خارج روسيا في المنفى لعدم وجود هذه المساحة من الحريات داخل روسيا. دكتورة صحر، الأستاذ مسلم شعيته بيتحدث هنا عن أنه هناك قنوات معارضة يسمح لها وتمولها حتى الحكومة، هذا ما تفضل به. هذا أمر حقيقة لا يعني لم يتنامى إلى علمي إطلاقا، بل على العكس تماما، أعرف أن هناك كثير من المعارضين وكثير من الإعلاميين والصحفيين فروا خارج روسيا ليستطيعوا أن يعبروا عن أرائهم، وحتى عندما ذكر المظاهرات، أشكرك على إيضاح النقطة الخاصة بإلقاء القبض على آلاف المتظاهرين الذين خرجوا يعني ينددون بهذا الغزو والاجتياح الغير مشروع والغير المبرر على أوكرانيا. فأين هي مساحة الحرية؟ دعينا نضع نقطة هامة هنا في الاعتبار، وهي أنه لا يوجد إعلام في أي مكان في العالم شرقا أو غربا نستطيع أن نقول أنه حر ب يعني نسبة 100%. دائما سيكون هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تقيد أحيانا حرية الصحافة وحرية الإعلام، ولكن السؤال الأكبر هو هل من الممكن أن نعقد يعني نوع من أنواع المقارنة المنصفة في هذا الإطار بين المعسكر الغربي الذي يتمثل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، وبين دولة ديكتاتورية شمولية لا تسمح بأي نوع من أنواع الحريات ولا أي متنفس للتعبير عن الآراء المعارضة مثل روسيا؟ أعتقد أن هذه المقارنة، عقد هذه المقارنة في حد ذاته سيكون أمر غير منصف على الإطلاق. لماذا أقول هذا؟ طيب يا دكتورة صحر اسمحي لي سأعود إليك، لكن أستمع لرأي من ندى. ندى أهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. أريد أن أستمع لرأيك يا ندى هنا عن مسألة، هل هناك برأيك يجب أن يكون هناك خطوط حمراء مثلا فيما يتعامل بتغطية إعلامية خاصة في وقت الحروب يعني، وهل تم تخطيها في هذه الحرب برأيك؟ الحقيقة الإعلام ليس فقط مسيس، بل هو مسيس، مؤدلج، مؤقصد، مدين، يعني يخدم جميع الأجندات المخفية اللي الآخر يبغى يجيبها للجمهور. ولذلك وجد، لو فكرتي فيها، ما في يعني سبب يخلي الناس بس يطلعون يقولون الحقيقة من غير فائدة تعود لهم. للأسف اللي صار في الحرب الأخيرة، طبعا ما هو متوقع انه روسيا انها يعني انها تبين ان هي قاعده مثلا تتردد او تخاف، وما هو الطرف الاخر في نفس الوقت كمان ما هو مستغرب منه انه يبان انه هو الضحيه. يعني كل اناء بما فيه ينضح، كل احد راح يبين اللي هو السبب اللي، لكن المستغرب انه المبالغه في بالنسبه لاوكرانيا، المبالغه في 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 لعب دور الضحيه، يعني لدرجه انه صار في فيديوهات تطلع انه زي الفيديو اللي في دبابه كانت تدهس رجل كبير بالسن، اتضح ان هذه الصوره قديمه، الفيديو قديم. ولا نبرئ كمان الطرف الروسي، بس المستغرب انه الغرب يكل بمكيالين الحقيقه. يعني الغرب الان ساكت جدا،
وما يبغى يبين الأضرار اللي يعني ما يبغى يبين الأضرار اللي حصلت سابقا، لكن مبالغ جدا في أنه يبين الأضرار اللي حصلت حاليا. يعني مثلا الطائرة اللي سقطت أو تم إسقاطها ومات فيها أوكرانيين، عددهم أكبر بكثير في 2020. عددهم يعني العدد الضحايا الحاليين من الحرب أقل من عدد الأشخاص اللي توفوا في هذه الطائرة، بس ما تم تغطيتها بالأزماتش يعني زي ما هو قاعد يصير الحين. فلكل أحد فيه هدن أجندة أكيد. وقد مسألة الكيل بمكيالين هذه يعني أريد أن أستمع فيها لرأي إبراهيم شحرور. إبراهيم أهلا بك ومرحبا، هل ترى بأن هناك ازدواجية في المعايير هنا وسياسة الكيل بمكيالين كما تحدثت ندى؟ مساء الخير أولا وشكرا على الاستضافة. بداية لنتفق على شيء واحد، أن هناك معايير للإعلام الغربي أو الأمريكي والأخص المنصات التواصل الاجتماعي، معايير تخاطب بها المواطن الأمريكي في أمريكا بكل حرية وديمقراطية، وهذا ما شاهدناه عندما قام ترامب بنشر تغريدات ضد المبادئ الديمقراطية الأمريكية وقاموا بتعليق اشتراكه في تويتر، وبين وخارجيا حيث تستخدم كل ما يصب في مصالحها وصالح حلفائها مهما كان معادي للقيم الإنسانية والأخلاقية. فلذلك نجدها تشارك مشاركة مباشرة إن كانت في حرب عسكرية أو سياسية، لأنها أصبحت سلاح من أسلحة تلك الحروب، وهذا ما نراه حاصلا الآن بين روسيا وأوكرانيا. فعلى سبيل المثال، عندما دخل بوتين أو بدأ حرب بوتين على روسيا، كانت حجته هي نزع السلاح وإزاحة النازيين، وهم ما يقصد بهم كتيبة أزوف التي كان ممنوعة من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها نازية، والآن مسموح لها بالنشر بمواقع التواصل الاجتماعي، بل ويشاد بها في المواقع بعد أن كانت عنصرية، هي عنصرية قومية متطرفة يمينية. فانظر إلى الفارق، ما لا يصح أصبح يصح. طيب. ثم فلنأخذ أمثلة أخرى. على سبيل المثال، وزير أوكراني ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي كيفية صنع الميناتوف، وهي القنبلة الحارقة أو الزجاجة الحارقة. نعم. في الوقت الذي يحارب أي موقع فلسطيني ترفع به هذه الميناتوف ويحضر فورا. فهناك ازدواجية برأيك؟ طيب إبراهيم سأحمل النقاط إذا سمحت لي، سأعود إليك ولكن للدكتورة صحر لأنها تستمع معنا وتريد التعقيب على ما أثير من نقطتين من جانب ندى ومن إبراهيم أيضا. جزئية ازدواجية المعايير أحيانا موجودة في أي إعلام، كما ذكرنا في البداية لا يوجد إعلام نستطيع أن نقول أنه موضوعي أو مهني بنسبة 100%، ولكن مساحة تصحيح الأخطاء ووجود نوع من أنواع المراجعة والمحاسبة والمساءلة أكثر بكثير في المعسكر الغربي وفي الإعلام الأمريكي والغربي، منها على سبيل المثال في دولة كما ذكرنا شمولية وديكتاتورية مثل روسيا. هل معنى ذلك أن الإعلام الغربي أو الأمريكي بريء بنسبة 100%؟ بالطبع لا، أحيانا توجد بالفعل بعض هذه الإزدواجية في المعايير، وأعتقد أن كثير من حتى المواطنين العاديين نوهوا إلى ذلك عندما ذكروا على سبيل المثال كيفية تغطية بعض المراسلين والصحفيين الغربيين للأحداث في أوكرانيا والتعاطف الشديد مع الشعب الأوكراني، هو طبعا شيء محمود ومرغوب فيه، ولكن هناك إزدواجية في المعايير في تغطية قضايا أخرى حول العالم، خاصة قضية اللاجئين الأفغان وأيضا اللاجئين السوريين وما حدث في العراق وفي اليمن وليبيا وغير ذلك من البلدان العربية. نرى بالفعل هناك فجوة كبيرة وهناك بالفعل فارق كبير في مساحة الاهتمام والمؤازرة والمساندة لأبناء الشعب الأوكراني مقارنة بأبناء هذه الشعوب العربية، وهذه نقطة طبعا تؤخذ بالتأكيد على الإعلام
الغربي بصفة عامة وليس الإعلام الأمريكي فقط. هناك أيضا نقطة هامة للغاية وهي نقطة خطاب الكراهية، ربما كانت هذه هي النقطة الوحيدة التي أتفق فيها مع ضيفكم الكريم الذي كان يدافع عن الإعلام الروسي وينتقد الإعلام الغربي. أنا ضد أن يكون هناك أي نوع من أنواع التحريض على العنف أو نشر خطاب الكراهية أيا كان الجهة التي تروج له وأيا كانت أهدافها ودوافعها. وفي هذا الإطار بالتأكيد ما حدث على إنستغرام من دعاوى للعنف وتحريض اقتلوا بوتين واستخدموا العنف ضد الروس وكل هذه الأمور مرفوضة شكلا وموضوعا، وبالتأكيد هناك بالتأكيد بعض الانتقادات الحادة التي وجهت لإنستغرام وللشركة المالكة ميتا التي تمتلك فيسبوك وغير ذلك من المنصات الاجتماعية ومنصات التواصل الاجتماعي في إطار السماح بمثل هذا المحتوى. فمثل هذا المحتوى يتعارض شكلا وموضوعا مع الأسس المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، ولا يمكن السماح به بطريقة مؤدلجة تحت مبررات سياسية، لأننا إذا فعلنا ذلك فإننا في نفس الوقت نعطي مبرر لدولة شمولية ديكتاتورية مثل روسيا أن تقوم بالمثل وأن تفعل المثل وأن تنادي أيضا بالتحريض على العنف ونغض الطرف عن ذلك، وهو أمر مرفوض شكلا ومضمونا. ولكن دعيني فقط أعود مرة أخرى للنقطة الخاصة بمساحة الحريات. فروسيا تقدم لمشاهديها ولجمهورها والجمهور حول العالم أيضا صورة مغلوطة تماما بل ومعكوسة تماما عما يحدث في أوكرانيا. لا تسمي ما حدث غزوا عسكريا، تقول أنها بين قوسين عملية إنقاذ أو عملية خاصة. أحيانا كثيرة أيضا تردد الأكاذيب المضللة والمعلومات المغلوطة الميس انفورميشن أو الديس انفورميشن، وهي المعلومات الكاذبة والمضللة والمغلوطة، كأن تدعي أن ما حدث في انفجار المفاعل النووي مبنى القريب من المفاعل النووي داخل أوكرانيا كان بفعل بعض الخروقات الأوكرانية من بعض الأشخاص الذين اخترقوا هذا المكان، وهذا خطأ تماما لم يحدث هذا. حتى الهجمات التي يقومون بها على بعض الأماكن في داخل أوكرانيا سواء كانت مدارس أو مستشفيات مصحات غير ذلك كلها بالفعل تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولكنها تلصق التهم هنا بأوكرانيا وهو أمر لا يصدقه عقل. وطبعا آخر فقرة أو آخر مرحلة شهدناها هي محاولة إلصاق تهمة استخدام حتى أسلحة بيولوجية أو كيماوية واستعداد أوكرانيا لذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر نفته أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم الحر شكلا ومضمونا. فإذا هذا النوع من البروباغاندا أو الدعاية الممنهجة من الجانب الروسي هو أمر في منتهى الخطورة، وهو في رأيي يعطي أسبابا قوية ومبررات قوية لإغلاق المواقع التابعة للإعلام الروسي لأنه ينشر مثل هذه النوعية من المعلومات الكاذبة والمضللة. طيب وهذه الدعاية المبرمجة. اسمحي لي هنا أن أحمل النقطة هذه لياسين هنا، هل هذا برأيك يعتبر مبررا كافيا لحجب وإغلاق وسائل الإعلام الروسية في الغرب؟ لأن الغرب يقول بأنها تبث أخبارا مضللة. وأرى أن ندى تهز رأسها أيضا، سأعود إليك يا ندى بعد لحظات، أستمع من ياسين أولا. أحد أوجه هذه الحرب، هذه نقطة لا نقاش فيها، وبالتالي فإن أكيد أي فعل قام به الغرب سيكون لديه فعل لدى الروس، والعكس كذلك. أحد المنظرين مؤخرا قرأت له يؤكد على أن هذه الحرب من الممكن أن نسميها أنها حرب تيك توك، يعني هي ربما تجاوزت الوسائل الإعلام التقليدية وربما تجاوزت حتى الفيسبوك وإنستغرام، يعني ربما نحن نتحدث عن شيء آخر، تطبيق تيك توك وتطبيق صيني ويتوجه بالأساس إلى الشبان. يعني لا، أنا صراحة يعني كمتتبع لهذا الموضوع لا أعلم أين هي حدود الحقيقة وأين هي حدود البروباغندا وأين هي حدود ما يقع حقا، لأنه كلا الجانبين يمارسان حقهما بين قوسين في نشر ما يناسب روايتهما من طيب. يعني كل من جهة. وصلت الفكرة يا ياسين، خليني أستمع من ندى لأنها أرادت يعني التعقيب على ما يبدو. تفضل يا ندى. نعم، بالنسبة للمبالغة في تجريم روسيا من الناحية الإعلامية أنا أرى أنه لا مبرر له، لأنها قد تكون تروي الرواية الحقيقية أو شبه الحقيقية من نظرها. ليست كل الروايات ستعجب الجميع،
وليست كل المصادر متاحة. فقد أنه بعد ما تقوم بالهجمات والضربات قد تكتشف أنه لا يوجد أسلحة نووية مثل ما حصل في العراق سابقاً لما أمريكا في الأخير ما لقت أنه ما في شيء. فيعني بس الكلام إحنا محورنا كان عن الإعلام نفسه، هل المفروض أنه يكون موجه، بلاش نقول مضلل، لأنه لو فكرتي فيها ترى الناس الشعب البسيط يعني الخلفية حقتهم أحياناً تكون تحتاج إلى بعض التوجيه. كثير من الناس راح يعادون مثلاً روسيا وبوتين لمجرد أنه موضوع الاشتراكية القديمة العالق في الموضوع أو ما زال يعني، بس أقصد المبالغة في معادات هذه النقطة. نعم. وكثير مثلاً راح يبالغون في نعم لا تفضلي أكملي هذه النقطة. شكرا. كثير راح يبالغون في مثلا في تسامح مع اوكرانيا لمجرد انه هي الطرف المعتدى عليه، رغم انه قد يكون كان في محاولات كثيره للحلول السلميه او والدليل على ذلك انه الناتو ما تقدموا كثيرا، والاوروبيين كل ما فعلوه الان هو الاغلاق الاعلامي. طيب او التضليل الاعلامي. طيب. شكرا لك يا ندى. رائد سريعا، هل عندما خرجت من الداخل الأوكراني بعد هذه الحرب وأنت تتابع الآن من الخارج من ألمانيا حيث تقيم الآن، هل ترى بأن ما ينشر من وسائل الإعلام الغربية يقارب إلى حد كبير ما شاهدته على أرض الواقع حتى في الأيام الأولى؟ والله صراحة بالبداية بس اسمحي لي في نقطة صغيرة اللي هي الأخ السيد مسلم هو طرحها، يعني أنا بقول لك من المعيب أني أنا أقارن حرية الإعلام وحرية الصحافة مثلا في ألمانيا أقارنها باللي موجود في موسكو أو في روسيا. وهو أنا يعني لا أكاد ألومه، لأنه هو الآن على ما فهمت أنه من موسكو طالع، لأنه الآن السلطات الروسية الكل بيعلم وما في حدا أو أي إنسان بتابع الإعلام بيجهل هذا الشيء، انه اي شيء بيكون ضد الدوله في روسيا يتم اعتقاله، واذا ما استطاعوا اعتقاله يتم تصفيته. وطبعا انت كصحفيه وكاعلاميه شفتوا كثير حوادث تصفيه اعلاميين اللي من الاساس ومن اللازم حمايتهم هذول في حاله الحرب، لما بكون هو لابس زيه انه هو صحفي ومع ذلك يتم استهدافه ويتم اطلاق النار عليه، اما اصابته واما قتله. ويا ما فقدنا صحفيين في كثير من الحروب، لأنه هذا دليل على أنه عدم احترام الصحافة بشكل عام. طيب. فإنه يعني من المعيب أنه أنا أقيس الحرية الإعلامية في ألمانيا وإجي أقارنها باللي موجودة في روسيا، يعني أنا بكون هنا ظالم للإعلام اللي خلينا نقول المتحرر. الانحياز موجود، ما في حدا ينكر في انحياز في بعض اللي خلينا نقول الزيادة على المعلومات وإخراج أحد الطرفين أنه هو في مكان الضحية، هذا لابد منه. ولكن الحرب هي أساساً في الحرب، هل منكم من كل البشر اللي بتابعوا هاي الحرب في مبرر لبوتين أنه يدخل يحتل دولة لأجل مبررات أنه جماعة بتكلموا اللغة الروسية أو أنه والله إحنا بدنا نحارب النازيين؟ إذا بده يحارب النازيين طب مع احترامي الشديد لألمانيا، ألمانيا فيها مدن كاملة نازية. طيب يا رائد خلينا نستمع فقط لنتيح الفرصة لإبراهيم مرة أخرى نستمع منه. إبراهيم، هل مسألة أنه خاصة منصات التواصل الاجتماعي البعض اعترض عليها على إغلاقها تحديدا، يعني الوسائل العادية للتلفزيونات والقنوات التلفزيونية والراديو وما شابه البعض قد يتفهمها، لكن المنصات اللي كان بيعتبرها الناس أنها متنفس لهم للتعبير عن رأيهم تغلق، كيف تراها؟ هذا يدل على الكيل بمكيالين، تغلق في وجه من لا توجهاته ليست معهم وتفتح لمن توجهاته معهم. دعيني أرد قبل على ما قالته الأخت قبل قليل أو الأستاذة قبل قليل عن المحطة النووية وأن من قام بها الروس. أنا كمشاهد بعيد، هم يقولون وهؤلاء يقولون، هؤلاء يكذبون وهؤلاء يكذبون، من يقول الحقيقة؟ ليس هناك إعلام صادق، ليس هناك إعلام حر وعلى حياد. صدقيني أصبحت أجد التلفزيونات العربية أكثر مصداقية من الإعلام الغربي، فهي التلفزيونات العربية أجدها تنقل الخبر من المكان مباشرة.
في الوقت. طيب نحمل النقطة سريعا لأنه تبقى وقت قليل، ما تبقى من الحلقة مع الدكتورة سحر نستمع منها إلى تعقيب، يقول بأنه متابعة الأمور من القنوات العربية دول العربية أكثر دقة على ما يبدو. القنوات العربية تحاول حقيقة أن تبذل قصارى وجهدها في أن تقدم صورة بالفعل من أرض الواقع، هناك مراسلين داخل أوكرانيا، هناك جهد مشكور لهذه القنوات العربية، ولكن يبدو أن مشاهديكم ومتابعيكم الكرام كثير منهم يخلطون حقيقة بين الفاكتس أو الحقائق وبين الآراء أو التوجهات، فنراهم ينتقدون الإعلام الغربي انتقادا حادا ويقولون أنه لا يقدم هذه الصورة المتوازنة. هناك فرق بين أن يكون هناك معلومات مغلوطة، أفكار مغلوطة، كما ذكرتها إحدى مساعدات الرئيس السابق دونالد ترامب، قالت alternative facts، حقائق بديلة. لا يوجد شيء اسمه الحقائق البديلة، الحقيقة يجب أن تكون واحدة موثقة مؤكدة، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه الإعلام أيا كان شكله ونوعه وتوجهه وانتماءاته. أما الآراء فهي مكفولة للجميع، من الممكن أن أعبر عن رأيي بأي صورة كانت، وهذا يكفل الحقيقة الإعلام الغربي. الإعلام الغربي والأمريكي ما زال لديه مساحة كبيرة جدا لا يستهان بها من السماح بالرأي والرأي الآخر، هناك أصوات مع، هناك أصوات ضد، ويسمح بها، ولا تغلق المحطات ولا يتم اعتقال الصحفيين والمعارضين كما يحدث في دول ديكتاتورية والشمولية في روسيا وغيرها من الدول حول العالم. فهذه نقطة تحسب للإعلام الغربي والأمريكي. أما أن يكون هناك بروباغندا موجهة أو حرب على الحقيقة من الجانب الروسي فهذا أمر مرفوض وينبغي أن تتصدى له. شكرا دكتورة سحر على منصاتها الإعلامية. لأن الوقت دهمنا أشكرك جزيل الشكر دكتورة سحر خميس أستاذة الإعلام السياسي في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، ده كل ما سمح بالوقت في الجزء التلفزيوني. بعد قليل أواصل معكم على إذاعة بي بي سي وأستمع لأرائكم ولتعليقاتكم، سأكون في انتظاركم على موجات بي بي سي الإذاعية بعد دقائق قليلة. إيمان القصير.